أكد محافظ حلب محمد وحيد عقاد وصول أكثر من 100 شاحنة تحمل معونات غذائية إلى مدينة حلب خلال الساعات 24 الماضية، في وقت بدأت هذه المساعدات تأخذ طريقها إلى المواطنين، ما يساهم في تعزيز صمود المواطنين في وجه الحصار الذي تفرضه المجموعات الإرهابية. هو ضجيج المخابز في حلب يبشر بعودة شريان الحياة، وهي رائحة رغيف الخبز تبعث مزيدا من الحياة لهذه المدينة التي حاصرها الإرهاب فقطع عنها حتى رغيف العيش، وابتزها تجار الأزمات حتى عبثوا بلقمة كفاف أرادها أي مواطن حلبي. نتابع يوميا وصول المازوت والبنزين والمشتقات الأخرى الغذائية إلى مدينة حلب، وإن شاء الله في القريب العاجل سوف يزول هذا الهم اليومي عن أهالي حلب، ويستحقون ما نقدمه. ونحن بكل تواضع نقول أننا لسنا راضين عن أدائنا، لأنه في الأيام القادمة سوف يرتاح كل مواطن وأن يؤمن خبزه وقوته اليومي. نحن صرنا تقريبا 5 أيام عم نشتغل، إجانا كمية من الطحين بتكفينا حاليا لحوالي شهر. عم نشتغل أول شيء كزمن 24 ساعة على 24 ساعة. قافلات من المواد الغذائية والمحروقات وصلت لتلبي حاجة أبناء المدينة، والمواد بدأت بالتوفر، ولكن الأسعار ما زالت خارج قبضة المواطن وإن كانت نظامية، وما زال الانتظار في أدوار الخبز والخضار والمحروقات هو سيد الموقف في حلب. أملنا خضار وأملنا فواكه وفي معلبات وكل شيء فيه، بس في أزمة شوي يعني زحمة. يعني كنا ناخذ بطاطا ب 35 وب 40 وب 25، فجأة صارت 85 وصارت 150 برا و 300، في فرق. إذن القوافل التي وعدت بها الجهات الرسمية تصل المدينة، والحالة المعيشية للمواطن بدأت هي الأخرى تستيقظ من كوما الحصار الذي اختبر هذه المدينة بأشد درجات وأقساها في هذا الشهر الفضيل، فكان رمضان كريما على أهل حلب الصامدين، وإن حلقت أسعاره وطالت أوقات الانتظار عند جميع الطوابير.